سريعا للنادي المصري والاستاذ سمير حلبية رئيس النادي المصري. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير كابتن سيف. ازيك سمير بيه؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. تحيات كابتن حسام البدري، كابتن احمد حسن، كابتن وائل جمعه. تحياتي للكباتن الافاضل. نسلم على حضرتك. يعني سمعنا النهارده خبر تجديد للكابتن حسام حسن لمده موسم، هل ده تم النهارده فعلا ولا ده اصلا من قبل كده؟ الجهاز الفني كله مكمل السنه الجايه مع النادي المصري؟ مكمل ان شاء الله باذن الله تعالى الجهاز الفني كله. تمام. هل حضرتك الصوره اللي قدامنا دي ده امبارح ولا ده من فتره كابتن حسام مجدد؟ لا، كابتن حسام مضى امبارح، هو الجهاز الفني امبارح. مضى امبارح؟ مضى امبارح. بس هو حضرتك كان الكابتن حسام امبارح مع الكابتن حازم عندنا بنفس القميص، فاحنا عارفين الطقم. هو خلص من حمد الكابتن حازم على طول، جاي خلص من توقعات الحمد لله. يعني مكسب ان شاء الله باذن الله للتوأم، ومكسب للنادي المصري، واستقرار ان شاء الله باذن الله للنادي المصري ان شاء الله الفتره الجايه. هل في يا فندم صفقات الفتره الجايه النادي المصري انهاها ولا لسه الامور مش واضحه؟ هو اتفقنا مع الكابتن حسام امبارح ان هو هيعدي تقريبا بكل احتياجاته الموسم القادم ان شاء الله. تمام. هل يا فندم الجزء برضه اللي اتكلم فيه الكابتن حسام امبارح على موضوع ان المصري السنه الجايه هيرجع على ملعبه، هل في استعداد لكده؟ في حديث حصل من دلوقتي لكده؟ ما هي العقوبه من خلاص خلصت في 24/4. فاحنا بنجهز بقى الملعب ان شاء الله باذن الله تعالى، لعله وعسى نقدر نستخدمه الموسم القادم ان شاء الله. هل الملعب هيبقى جاهز يا فندم، او ان هو يعني لسه في تعديلات، ولا ان شاء الله هيبقى جاهز الموسم الجاي؟ ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون جاهز باذن الله تعالى. هي اصل المشكله ما عادتش المحكمه الرياضيه، المشكله المحكمه الجنائيه. لان طبعا بعد الاحداث بتاعت الماتش المشؤوم ده ففي شويه حظر على غرفه الكاميرات والحاجات دي، فاحنا بنحاول قدمنا طلب للمحكمه ان شاء الله باذن الله يكون يعني في قبول، ونلعب السنه الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى على ملعب النادي ان شاء الله. يا فندم ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله، اتمنى لكم كل التوفيق. كابتن سيف، تحياتي لكل الموجودين. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. استاذ سمير حلبيه رئيس النادي المصري. اذا كابتن حسام حسن موجود في النادي المصري عام مقبل.